وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 15,500 شهيد وأكثر من 41,300 مصاب. المتحدث باسم الوزارة قال إن الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، وحذر من أن الاحتلال لم يترك مكانا آمنا في القطاع. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة استهداف المدنيين في اليوم الثالث للهدنة، لانتهاء الهدنة الإنسانية، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصد، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشرات المجازر المروعة والكبيرة في كافة محافظات قطاع غزة، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.